في وقت الأزمة وفي وقت ضرر أقوى اقتصادات العالم بدورنا كدولة ضرينا وبقى عندنا تبعات لهذه الأحداث، الدولة لجأت إنها تعمل حوار مباشر. أنت عشان تفكر صح وتعرف تاخد رؤية صح وتاخد القرار صح لازم تسمع. عايزين نبني الدولة المصرية. إيه أهم حاجة نبنيها في الدولة المصرية؟ البنية التحتية. مصر النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم مع بعض بتشهد أحداث كبيرة العالم كله بيشهدها وبتأثر فينا وبتأثر فيها. إحنا دايما المفروض إن إحنا نعبر عن الشباب وعاوزين نبقى في وسطكم ونبقى جسور بينكم وبين كل حاجة بتحصل في الدولة. لما الفنية دي الغرض الرئيسي بتاعها إن أي حد من مجلس الأمناء أو أي مواطن مصري طالب إحصائيات طالب أي بروجكت، دي اختصاص اللجنة الفنية.